مع زميلتي سمر حسن. ازيك يا سمر؟ يا كريم، اهلا بيك واهلا بالمشاهدين. آه، كل سنه وانت طيب وكل رمضان كريم، ويا رب كل الامه الاسلاميه بخير. سمر، عايزين نعرف اهم الكواليس زي ما عودنا جمهورنا. كنت دايما ورا الكاميرا، دلوقتي انت قدام الكاميرا، عايز اعرف اهم العناوين الاخبار اللي معاكي ونرجع نعقب عليها. الكاميرا معاكي. اهم عناوين الاخبار اللي معايا النهارده: الاهلي يحتفل بمرور 113 عام على تاسيس النادي، فايلر يدرس عودة ناصر ماهر ورمضان صبحي للأهلي، مصدر من الزمالك يكشف عن موقف النادي من ضم عمر جابر، الإسماعيلي من الأفضل إلغاء الموسم الحالي ولا نمانع إعلان الأهلي بطلا للدوري، الفيفا يمنح الاتحادات الأهلية 150 مليون دولار لمواجهة أزمة كورونا. سمر، عايز أهم عايز أبدأ ملف ملف معاكي. أول ملف هبدأ أفتح ملف النادي الأهلي. ايه اهم الكواليس من داخل النادي الاهلي؟ هي اهم التفاصيل الخاصه بعوده ناصر ماهر ورمضان صبحي. ريني فايلر في الفتره دي بيدرس عوده ناصر ماهر ورمضان صبحي للنادي، كان طلب فيديوهات لناصر ماهر مع الاهلي علشان يقارن ما بين ادائه مع النادي الاهلي وادائه مع سموحه، والمفروض ان هو عقد ناصر ماهر مع سموحه هينتهي بنهايه هذا الموسم، وطبعا في انتظار ان هو هيقرر سواء ناصر ماهر هيرجع هيكون محتاجه في الاهلي الفتره الجايه او لا. وفي كمان اكثر من لاعب من لعيبه النادي الاهلي معارين لانديه تانية زي عمرو جمال، وليد ازارو، محمد شريف، صلاح محسن. إدارة النادي قررت إن هي تستغل هؤلاء اللاعبين المعارين في إبرام صفقات كبيرة من أندية أخرى خلال الفترة القادمة، سواء صفقات استبدالية أو التنازل عنهم بشكل نهائي أو عودتهم للنادي مرة أخرى. وفي انتظار طبعا قرار فايلر هيحتاج مين، يعني هيكون محتاج مين إن هو يرجع للنادي الأهلي. خليكي معايا لحظة واحدة. هو بيطلب عودة ناصر ماهر ليه؟ يعني إيه أهم التفاصيل عودة ناصر ماهر؟ هل هو محتاج حد في المكان ده؟ وخصوصا كنت انت وضحت لي بعض الكواليس واحنا بره، انت قلتي لرمضان صبحي تقريبا الموسم اللي جاي في النادي الاهلي، احكي لي اهم التفاصيل. هو احنا نتوقع بشكل كبير جدا ان رمضان صبحي هيكون موجود الفتره الجايه في النادي الاهلي، لان فايلر كان طلب بشكل رسمي عوده رمضان صبحي او بقاء رمضان صبحي في الاهلي، ان هو كان يعني رمضان صبحي كان معار للنادي الاهلي من نادي هيردسفيلد الانجليزي لمده عام، والتعاقد بتاعه هينتهي بنهايه هذا الموسم. فكان يعني طلب ده من اداره النادي، وبالفعل في مفاوضات مع يعني النادي. ريني فاينر حابب ان يكون رمضان صبحي وناصر ماهر موجودين، حابب الفكره يعني. برضو طبعا احنا اكيد جمهورنا عارف رمضان صبحي وناصر ماهر. ريني فاينر عنده وعي وعنده تكتيك، بيفكر لقدام صح؟ بالفعل. لو بيفكر لقدام هو عايز استعين بالشباب، تمام؟ لان ناصر ماهر مواليد 97 ورمضان صبحي مواليد 97. وجهه نظرك سمر، الفكره هنا انهي الافضل ان يرجع رمضان صبحي؟ يعني انت حاسه ان ريني فاينر متمسك اكتر بعوده ناصر ماهر ولا رمضان صبحي؟ رمضان صبحي، لان رمضان صبحي بيعتمد عليه بشكل كامل في التشكيل الاساسي للفريق، وده بيرجع طبعا للمستويات الفنيه والبدنيه اللي بيقدمها رمضان صبحي، يعني كل يوم عن التاني بيقدم مستوى فني كبير جدا واداؤه في الملاعب بيكون كويس جدا، فبالفعل هو مصمم على بقاء رمضان صبحي، ودي هتكون اهم الصفقات الحاليه للنادي الاهلي. طيب بالنسبه يعني نقدر نقول امتى ناصر ماهر موجود في الاهلي؟ خلال الفترة الجاية ولا؟ هو يعني مش هنقدر نقول ان هو موجود او لا، لان لسه يعني بانتظار قرار فايلر هو اللي هيقرر مين اللعيبة دي هيكون موجود مع الاهلي في الموسم الجاي او مش هيكون موجود. يعني معاكي، كملي يا سمر. هو الاكيد بنسبة كبيرة جدا هو رمضان صبحي، لكن ناصر ماهر هو لسه بيدرس فكرة ان هو هيرجع للنادي الاهلي او مش هي يعني مش هيكون متواجد في الفترة الجاية في النادي. انت عارفة ان عودة رمضان صبحي هتكلف في النادي الاهلي حوالي، معاكي الرقم ولا اقول؟ لا معايا 6 ملايين دولار، يعني لحسم هذه الصفقة، بس هتكون يعني النادي الاهلي بيتفاوض ان المبلغ ده هيدفع من خلال 3 اقساط، يعني هيدفع على 3 دفعات. عايز اخر خبر واخر ملف بتاع نادي الزمالك سريعا.
انه مصدر من الزمالك بيكشف عن موقف نادي الزمالك من ضم عمر جابر لصفوف الفريق، وبالفعل عمر جابر وافق على ان هو يرجع للزمالك، وده طبعا كان او السبب اللي خلاه وافق ان هو يرجع الجمهور، وان هو تلقى اتصالات من بعض لاعبي الزمالك في الفتره اللي فاتت ان هم بيقنعوه يرجع للنادي طبعا الزمالك. عمر جابر من الكباتن الفرق. سمر، عايزك كلمه اخيره لجمهورك، الكاميرا معاكي. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم النهارده وفي كل حلقه جايه في برنامج الكره مع كريم في فقره الاخبار، وكل سنه وحضراتكم طيبين. سمر بشكرك شكرا جزيلا، شكرا من اهم كريم. الكواليس والتفاصيل بشكرك، انت اضافه قويه لينا جدا والبرنامج. جمهوري العزيز، استنى الفقره اللي جايه اقوى زي ما عودناكم، محدش يروح مكان، استنونا فاصل.